السلام عليكم. هنكمل ان شاء الله على الدرس بتاع المرة اللي فاتت. كنا وقفنا عند فورير ترانسفورم اللي كنا بنمثل بيه النون بيريودك سيجنال. اخدنا كيفية تمثيل البيريودك سيجنال في محاضرة، واخدنا تمثيل النون بيريودك سيجنال في محاضرة، وقلنا ان احنا نقدر نمثلهم كما لو كانوا لينير كومباينيشن من الكومبلكس اكسبوننشال فانكشن. وقلنا ان النون بيريودك سيجنال هعمل لها سيمبل تريك عشان خاطر اقدر امثلها كما لو كانت ايه، كما لو كانت بيريودك سيجنال. واخدنا الحاجات دي المره اللي فاتت بالتفصيل، وبرضو قدرنا ان احنا نمثل الفورير سيريز في حاله البريودك والفورير ترانسفورم في حاله النون بريودك، والاثنين مع بعض خلناهم كما لو كانوا فريم ورك واحده، وشفنا ازاي نخلوا التو فانكشن ريليتد لبعض سواء كان فورير سيريز او فورير ترانسفورم للبريودك والنون بريودك سيجنال. عايزين النهارده نبص على فورير ترانسفورم بعيون دقيقه، ندخل شويه في التفاصيل بتاعت الفورير ترانسفورم، وبالتالي عايزين نشوف خصائص الفورير ترانسفورم. نشوف مين خصائص الفورير ترانسفورم. عشان نبدا هنبدا بمعادله السينسيس ايكويشن والاناليسيس ايكويشن لفورير ترانسفورم. ناخد بالنا ان السينسيس ايكويشن المعادله دي بتقول لي ازاي، اللي هي اكس سمول اوف تي، بتقول لي ازاي ابيلد ذا فانكشن تايم اللي هي اكس اوف تي as a linear combination of complex exponential function. يبقى ده هو السينسيس ايكويشن، ملخصها ان هي بتقول لي how to build a time function x of t as a linear combination of complex exponential function. كمان هنلاقي ان في عمليه الديكومبوزيشن بتاع x of t عشان امثلها كالينير كومباينيشن اوف، حتى كنا بنقول هارمونيكلي ريليتد كومبلكس اكسبوننشال فانكشن، هنلاقي ان الكومبلكس امبليتيود مضروب في 1 اوفر 2 باي. الكومبلكس امبليتيود مضروب في ايه؟ مضروب في 1 اوفر 2 باي، ودي الريليشن اللي احنا ثبتناها المره اللي فاتت. بعد كده بنلاقي فورير ترانسفورم لإكس أوف تي هي عبارة عن الانتجريشن فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي إكس سمول أوف تي انتو إي أس ماينس جي أوميجا تي للدي تي. المعادلة دي بتقول لي هاو تو جيت، إزاي أحصل على الأمبليتيود لهذه الكومبلكس إكسبوننشال فانكشن فروم ذا أسوشيتد فانكشن إكس سمول أوف تي. يبقى إزاي بحصل على مين؟ على الأمبليتيود بتاع الكومبلكس إكسبوننشال فروم الاسوشيتد تايم فانكشن اللي اسمها اكس اوف ايه؟ اكس اوف تي. ولقينا ان اكس اوف اوميجا هي الفورير ترانسفورم لاكس سمول اوف تي، او فورير ترانسفورم لاكس سمول اوف تي هو اكس اوف اكس كابيتال اوف اوميجا. ولقينا كمان ان فورير ترانسفورم للداله اكس اوف اوميجا عباره عن تو تيرم، الريال بارت لاكس اوف اوميجا زائد الايماجنري بارت للاكس اوف اوميجا، واقدر اعبر عنها كمان بالبولار فورم. البولار فورم اللي انا بعبر عنه بماجنتيود وفيز، الماجنتيود بتاع اكس اوف اوميجا للفيز بتاع اي اس جي الزاويه بتاعت اكس اوف اوميجا. كويس جدا. خد بالك زي ما قلنا المره اللي فاتت ان الفورير ترانسفورم هي كومبلكس فانكشن اوف الفريكوانسي. اهو شوف اكس كابيتال اوف اوميجا هي عباره عن كومبلكس فانكشن في مين؟ في الفريكوانسي اوميجا، وبالتالي الكومبلكس فانكشن اوف فريكوانسي لها خاصيه مهمه ومهمه جدا. ما هي هذه الخاصيه؟ هي خاصيه السيمتريه. خاصيه مين؟ خاصيه السيمتريه. لما تكون اكس اوف تي ريال فاليو، اكس اوف تي هي ايه؟ ريال فاليو. السيمترية بتاع الفورير ترانسفورم هتكون عبارة عن كونجيجيت سيمتري، عبارة عن ايه؟
conjugate symmetry. Conjugate معناها ايه؟ معناها x capital of omega equal x of minus omega او x of minus omega equal x conjugate of omega. ده لو كانت قيمة x مين؟ قيمة x كانت قيمة real. قيمة x كانت قيمة real. او بمعنى تاني لو عندي complex function x of t هلاقي ان فوريير ترانسفورم ليها اللي هو اكس اوف اوميجا الكونجكت ليها هو عباره عن اكس اوف ماينس اوميجا. يعني ابدل مين؟ ابدل اوميجا ب ماينس اوميجا. ده هو مفهوم الكونجكت. كويس جدا. نتيجه لكده لو فكرنا من منظور الجزء الحقيقي لفوريير ترانسفورم، انا قلت لك فوريير ترانسفورم عباره عن تو بارت اكس اوف اوميجا equal real of x of omega plus j imaginary of x of omega. لو انت بقى خدت الجزء الحقيقي اللي هو الريال بتاع الفوريير ترانسفورم هتلاقي الجزء الحقيقي ده هو دالة زوجية في التردد. دالة ايه؟ زوجية في التردد. بمعنى الريال of x of omega بيساوي الريال of x of minus omega even function of frequency even function of الفريكوانسي. كويس جدا. ده حتى الفيز هي عبارة عن even function of الفريكوانسي. اسف الماجنتيود of x of omega بيساوي الماجنتيود of x of minus omega. يعني الريال بارت للx of omega والماجنتيود بتاع الx of omega الاثنين even function of الفريكوانسي. even function في مين؟ في الفريكوانسي. في حين أن الجزء التخيلي والفيز الاثنين هما دالة فردية في التردد. يعني الإيماجنري أوف إكس أوف أوميجا بيساوي ماينس الإيماجنري أوف إكس أوف ماينس أوميجا. أهو قلب الماجنتيود. هو هي الإيفن بس ضرب الماجنتيود في ماينس فخلاها أوت فانكشن أوف الفريكونسي. أوت فانكشن في مين؟ في الفريكونسي. الفيز هي كمان أوت فانكشن في الفريكونسي. لذلك عندنا علاقة التناظر بالنسبة للدالة x of t. لو فكرنا في الجزء الحقيقي أو مقدار الفوريير ترانسفورم هنلاقيه تماثل زوجي بالنسبة للتردد. زي ما قلت لك الريال of x of omega بيساوي الريال of x of minus omega. وبالنسبة للجزء التخيلي وكمان الفيز بتاعت الاكس اوف اوميجا هلاقيها تماثل ايه؟ تماثل فردي. يبقى دي خاصية مين؟ خاصية السيمترية لفوريير ترانسفورم. لو عبرت عن اكس بريال فاليو هتلاقي ان الاكس اوف اوميجا هي نفسها الكونجكت للاكس اوف اوميجا او اكس اوف اوميجا ايكوال اكس اوف ماينس اوميجا. وخد بالك من مفهوم الجزء الحقيقي والجزء التخيلي لفوريير ترانسفورم، الجزء الحقيقي مع الماجنتيود الاثنين even function of الفريكوانسي الريال of x of omega equal الريال of x of minus omega والimaginary of للx of omega equal minus الimaginary of x of mean of minus omega. كويس جدا. تعالوا بقى نشوف المثال اللي اخدناه قبل كده بالنسبة لفوريير ترانسفورم. المثال كان هو عبارة عن real exponential decay function x of t كانت بتساوي a اس minus a t into للu of t. لقينا ان فوريير ترانسفورم للدالة دي كان هو عبارة عن 1 over a plus g omega for a greater than 0. كان بيحصل convergence والدالة كانت بتتحقق لما يكون قيمة ال a greater than 0. ليه؟ لان لو الـ A سالبة هتتغير قيمة الفانكشن، مفهوم الدالة هيتغير وهيبقى حاجة تانية، هتبقى exponential grow لو كانت الـ A سالبة. كويس جدا. قلنا قبل كده انا اقدر امثل فوريير ترانسفورم عن طريق الماجنتيود والفيز. عن طريق مين؟ الماجنتيود والفيز. لما مثلنا فوريير ترانسفورم بالماجنتيود لقينا ان الماجنتيود
هو دالة زوجية في التايم، لأن التردد بيعتمد على القيم الموجبة والسالبة. ليه؟ لأنه أصلا جاي من exponential function، والexponential function بنفسها تعتمد على الترددين السالب والموجب، لأن الماجنتيود هو عبارة عن even function of time، عبارة عن even time function. الجزء اللي على الناحية اليمين زي بالظبط الجزء اللي على الناحية الشمال. وحسبنا القيمة دي أوميجا إيكوال A أور أوميجا إيكوال ماينس A، لأن الماجنتيود هو عبارة عن السكوير، واحد سكوير على سكوير، A سكوير بلس A سكوير هو عبارة عن واحد على 2A سكوير اللي هو بيساوي واحد على A سكوير 2. كويس جدا. at أوميجا إيكوال 0، عند الأوميجا إيكوال 0 يبقى واحد على سكوير A هيديني على A سكوير A سكوير هيديني 1 أوفر A، اللي هي 1 أوفر A at أوميجا إيكوال 0. ده الماجنتيود. يبقى احنا لما مثلنا الدالة لقينا الماجنتيود ده هو even function في التايم. even function معناها الجزء اللي على الناحية اليمين هو نفسه الجزء اللي على الناحية الشمال. ولما مثلنا الفيز لقينا الفيز هي odd function في التايم، هي عبارة عن ايه؟ odd function في مين؟ في التايم. ليه؟ لأن الجزء اللي على الناحية اليمين هو الجزء اللي على الناحية الشمال بس مضروب في ماينس. تمام كده؟ لو افترضت ان ده x of omega فده هو عبارة عن minus x of minus omega. كويس جدا. وده التمثيل بتاع الدالة بتاعت اللي هي الأصلية at for t greater than or equal to 0 ال u of t هتبقى بواحد، ودي exponential decay function at a equal 0 a اس 0 equal 1 at a increase او at t increase هتلاقي a اس minus infinity هتساوي 0، يعني عند المال النهاية هتلاقي كومبيتال فانكشن ب 0. at t equal 1 over a يبقى a اس minus a over a، a هيروح مع ال a يبقى a اس minus 1 اللي هو 1 over e. كويس جدا. ده اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت، وقلنا على الرغم من ان الكومبلكس اكسبوننشال فانكشن بتتطلب نيجاتيف اند بوزيتيف فريكوانسي عشان تبني التايم فانكشن، وشفنا عملية السيمترية كما لو كانت اكس ريال او ايماجينري، لو كانت ريال هلاقي السيمترية ايفن فانكشن اوف فريكوانسي، لو كانت ايماجينري هلاقي السيمترية اوت فانكشن اوف الفريكوانسي. الا اننا نقدر نوصف فورير ترانسفورم على البوزيتيف فريكوانسي فقط، وبحكم التماثل هنقدر بكل سهوله نعرف الفورير ترانسفورم للجزء السالب. ليه؟ لان انا بقول في سيمتريه، في سيمتريه. كويس جدا جدا. تعالوا بقى ناخد مثال تاني. المثال اللي قدامنا ده بيديني خاصية تانية، والخاصية دي مهمة جدا 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 ومفيدة قوي لفورير ترانسفورم. تعالوا نشوف ايه هي الخاصية دي. هناخد نفس المثال اللي هو كان معانا e اس ماينس اي تي انتو يو اوف تي، نفس المثال. وفورير ترانسفورم له هو عبارة عن 1 اوفر اي بلس جي اوميجا. بس في الحالة بتاعتنا اللي قدامنا دي هضرب بسط ومقام، او هقسم بسط ومقام على ايه؟ هضرب في 1 اوفر ايه يعني. يبقى هقسم بسط ومقام على ايه؟ على ايه اهو، اقسم بسط ومقام على ايه، يبقى 1 اوفر ايه 1 بلس جي اوميجا اوفر ايه اهو. ده البسط وده المقام عنده، هو بس قسم بسط ومقام على ايه. في الحالة دي هتظهر حاجة كويسة جدا جدا، وهي هي ايه؟ احنا عملنا سكيل للفانكشن في التايم. عملنا سكيل لايه؟ للفانكشن في التايم. هنطبق الانفيرس بتاع السكيل في الفريكوانسي. مش انت دلوقتي عملت سكيل للفانكشن في التايم، قلت ده انا هاخد اكس اوف اي تي، لقيت الفوريير ترانسفورم عبارة عن 1 اوفر اي انتو اوميجا اوفر اي، صح كده ولا لا؟ يبقى انت لما عملت سكيل في التايم دومين رحت عملت انفيرس للسكيل في الفريكوانسي دومين،
صح ولا غلط؟ انت عملت سكيل اهو اكس اوف اي تي، ضربت في ايه بالنسبه للتايم، لما رحت للفريكوانسي قسمت على ايه؟ يبقى انت كده عملت ايه؟ عملت سكيل للفانكشن في التايم دومين، وعملت انفيرس للسكيل في الفانكشن في الفريكوانسي دومين. بمعنى اللينير سكيل ان تايم دومين جنريت الانفيرس اللينير سكيل ان فريكوانسي دومين. نقول تاني، اللينير سكيل ان تايم دومين جنريت انفيرس لينير سكيل ان فريكوانسي دومين. كويس جدا، حلو قوي. لما مثلنا الفانكشن بتاعتي دي فقط جبت فورير ترانسفورم وقلت انا هضرب باسط مقام او هقسم باسط مقام على ايه، او هضرب باسط مقام في 1 اوفر ايه، مش فارقه. لقيت الفانكشن الجديده بتاعتي هي عباره عن الفانكشن اللي قدامي دي، ادي الباسط 1 اوفر ايه اهو. لما قسمت المقام على ايه اداني 1، وقسمت المقام على ايه اداني اوميجا باي ايه. وانا لما عملت سكيل في التايم دومين عملت انفيرس السكيل في اوميجا دومين. كويس جدا. الخلاصه، فورير ترانسفورم له خاصيه عكسيه بين الزمن والتردد. لو قيمه الاي كبرت الوقت هيقل، التردد هيزيد. ها، لو قيمه الاي كبرت الوقت هيقل والتردد هي ايه؟ والتردد هيزيد. لو قيمه الاي صغرت الوقت هيزيد والتردد هيقل. ده اللي احنا اخدناه اصلا قبل كده، صح ولا لا؟ الاي لو كبرت كان بعمل تايم كومبريزد، بعمل تايم سكويز، بضغط السيجنال. لو ضغطت السيجنال معناه ان الفريكوانسي زاد بطبيعه الحال اصلا، صح ولا غلط؟ هي دي الخاصيه المهمه جدا جدا اللي هو التايم اند الفريكوانسي سكيل، اللي هي مين؟ التايم اند الفريكوانسي سكيل. زي ما قلت لك، اللينير سكيل ان تايم جنريت انفيرس لينير سكيل ان فريكوانسي. وبرضه اقدر امثل الداله بماجنتيود وفيز. هحسب الماجنتيود مفيش مشكله خالص، هضرب بره في 1 اوفر اي، واحسب الماجنتيود بتاع ده الجذر التربيعي تحت الجذر اللي هو ان تربيع بلس اوميجا سكوير اوفر اي سكوير، اخد الاي باي قيمه، اخد الاوميجا باي قيمه، واقدر اطلع قيمه الفانكشن بتاعتي او الماجنتيود بتاعي عند اوميجا ايكوال اي، عند اوميجا ايكوال ماينس اي برضه هتطلع نفس الفانكشن 1 اوفر اي سكوير 2، وعند اوميجا ايكوال 0 برضه هتطلع نفس الفانكشن 1 اوفر اي. لان عند اوميجا ايكوال 0 0 اوفر اي ب 0 زائد الواحد بواحد، واحد تربيع تحت الجذر بواحد، في واحد بواحد، في واحد اوفر اي بواحد اوفر اي. هي هي، مفيش اي حاجه اتغيرت، والفانكشن الاصليه بتاعته برضه هي هي، اي اس ناقص اي تي انتو لليو اوف تي، نفس الفانكشن خدتها انا فقط عملت سكيل لما قلت هقسم بسط مقام على ايه، بسط مقام على ايه. كويس جدا. تعالوا بقى لو بصينا على السينسس ايكويشن والاناليسيس ايكويشن هنلاقي ان المعادلتين زي بعض تماما تماما، لكن في اختلاف بسيط، وهو ان السينسس ايكويشن اللي هي اكس اوف تي اللي هاو تو بيلد ا تايم فانكشن اكس اوف تي بيزد اون الكومبلكس اكسبوننشال فانكشن، هلاقي ان السينسس ايكويشن هي فانكشن في الاوميجا. فانكشن في مين؟ فانكشن في الاوميجا. انما الاناليسيس ايكويشن هي فانكشن في التايم. كمان في فاكتور قيمته 1 اوفر 2 باي، وبالتالي كان في اشاره سالبه بينهم هما الاثنين، كان في اشاره سالبه، يعني هما الاثنين اوت اوف فيز. اوت اوف ايه؟ اوت اوف فيز، في بينهم اشاره سالبه. ليه؟ لان اكس اوف تي بروبورشنال ويز
1 over 2 باي. يبقى لو بصينا على السينسيسز والاناليسيز ايكويشن هنلاقي التو فانكشن زي بعض بالظبط، الا ان السينسيسز ايكويشن هي فانكشن في الاوميجا، فانكشن في الفريكوانسي، انما الاناليسيز ايكويشن هي فانكشن في التايم. السينسيسز ايكويشن مضروبه في فاكتور 1 اوفر 2 باي، وكان الاكس اوف تي واكس اوف اوميجا الاثنين مفصولين عن بعض باشاره سالبه او الاثنين اوت اوف فيز. طيب المعادلتين دول عايزين يقولوا ايه اللي هما السينسيسز والاناليسيز ايكويشن؟ بيقولوا لو اكس اوف اوميجا هي الفوريير ترانسفورم للتايم فانكشن اكس اوف تي، هتكون اكس اوف تي هي الفوريير ترانسفورم لاكس اوف اوميجا. والحقيقة هي ان فوريير ترانسفورم ل x of minus omega هي فورير ترانسفورم لمين؟ ل x of minus omega، لان ده الاشاره السالبه بتفصل بينهم، لان مفصوله بينهم 1 over 2 باي. يبقى فورير ترانسفورم ل x of t هي عباره عن x of omega. لو عاوز تحدد بالظبط هي x of minus omega. عشان ناخد في حسابنا الاشاره السالبه، وبالتالي فيه فاكتور زيادة اللي هو 1 over 2 باي. إذن هنا هيكون عندي علاقة بين المعادلتين، وهي علاقة الدواليتي، علاقة بيسموها إيه؟ علاقة الدواليتي. وبتقول لو كان x of t و x of omega هما الفوريير ترانسفورم البعض، فإن x of omega هي فوريير ترانسفورم لإكس أوف تي مضروبة في فاكتور 2 باي. إكس أوف أوميجا هي فوريير ترانسفورم لإكس أوف تي مضروبة في 2 باي. مضروبة في إيه؟ في 2 باي. خد بالك عملية الدواليتي أو ساعات بيسموها الإزدواجية بالنسبة للكونتينوس تايم فوريير ترانسفورم مهمة جدا ومفيدة جدا جدا. ما ظهرتش في الفوريير سيريز، لأن الفوريير سيريز الدالة بتبدأ بكونتينوس تايم فانكشن، تبدأ بإيه؟ بكونتينوس تايم فانكشن، وفي الفريكوانسي دومين بتنتهي بسيكونس من الفاليوز اللي معرفة عند سبيسيفيك تايم أوف كي، واللي هيكون بطبيعة الحال فيها مشاكل وملهاش دواليتي. عشان يبقى في دواليتي لابد انك تبدا بالعكس. كويس، زي ما هنشوف في الديسكريت تايم، هي دي هتكون واحده من اهم الفروق ما بين الكونتينوس تايم فوريير ترانسفورم وما بين الديسكريت تايم فوريير ترانسفورم. اللي هي ايه؟ اللي هي ان في الكونتينوس تايم بيكون في دواليتي، انما في الديسكريت تايم بيكون ايه؟ بيكون مفيش دواليتي. كويس جدا. خلينا نشوف خاصية الدواليتي دي بمثال. انا هديك مثالين على فوريير ترانسفورم. المثال الاول هو التايم فانكشن بتاعته هي عبارة عن ساين اكس اوفر اكس اللي هي دالة السينك، وبنلاقي ان فوريير ترانسفورم له هو عبارة عن شكل مستطيل، او حتى ممكن تقول سكوير ويف سيجنال في الفريكوانسي دومين. ده الفانكشن في الكونتينوس تايم. الفانكشن دي راح اجيب لها فوريير ترانسفورم هتديني الفانكشن الجديده، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ريكتانجولر في الفريكوانسي دومين، اهو مستطيل زي ما احنا شايفين. المثال الثاني بدأ التايم فانكشن بمستطيل،
وبيحولوا عن طريق فوريا ترانسفورم ل ساين اكس اوفر اكس لساين اكس اوفر اكس. خد بالك، بص للمثالين كويس، ايه اللي هيحصل؟ الفانكشن دي كانت داخله، بقت هي هي في الخارج، ودي كانت في الخارج بقت هي هي في الداخل. هنلاقي حاجة اسمها الازدواجية او الدواليتي، واضحة جدا. بمعنى لو اخدنا التايم فانكشن وفكرنا في الفريكوانسي فانكشن اللي ليها نفس الشكل، بكل بساطة هتلاقي الادوار اتبدلت والوقت والتردد، الوقت بقى هنا تردد والتردد بقى هنا وقت، وفي الدومينز المختلفة. بالتالي هنلاحظ ان الدالتين متطابقتين، الدالتين مالهم؟ متطابقتين. عشان اخترنا دالة متماثلة والتايم فانكشن ايفن، هتلاقي عملية الريفيرس ما ظهرتش، يعني انت ما انتش حاسس بيها. وتالي موضوع الكونفوليوشن او التويست لمحور الزمن اللي بيتم عكسه مش هتحس بيه قوي في عملية الدواليتي في المثال اللي قدامنا ده. لكن لو ما كانش فيه تماثل، لو ما كانش الفانكشن ده ايفن في التايم دومين او حتى دي، كنت هتقدر تحس بيها في عملية الايه، في لما تيجي تبدل او لما تحصل على فورير ترانسفورم في الحالتين. هنا نقدر نقول لو حسبنا فورير ترانسفورم ل وان تايم فانكشن سواء كان دي او دي، فاحنا في الحقيقه حسبنا فورير ترانسفورم ل تو تايم فانكشن. الثانيه هي الديوال فانكشن بتاعت الفانكشن اللي انا حسبتها، والتانية هي مين؟ هي الديوال فانكشن بتاعت الفانكشن اللي انا حسبتها. يبقى وانس انك تحسب فورير ترانسفورم للدالة دي، فبالظبط كأنك حسبت فورير ترانسفورم للدالة دي. تمام كده؟ كويس جدا. عايز اقول لك ان في علاقة بتربط موضوع الازدواجية ده، او اللي احنا بنسميها الديواليتي بروبرتي، اسمها علاقة بيرسيفالز ريليشن. اسمها مين؟ بيرسيفالز ريليشن. بيرسيفالز ريليشن دي الكونتينوس تايم فورير ترانسفورم بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الطاقة المخزنة في دالة الوقت الفانكشن اكس اوف تي، والطاقة المخزنة في فورير ترانسفورم للدالة دي الاتنين متناسبتين، وعامل التناسب بتاعهم هو عبارة عن 1 over 2 باي او 2 باي عامة يعني. يبقى بيرسيفالز فانكشن بتقول ان الانرجي in a time function and الانرجي in its Fourier transform are proportional with proportionality factor equal 2 by. يبقى الـ energy in a time function والـ energy in its Fourier transform are proportional with proportionality constant بيساوي 2 by. الفاكتور ده بيساوي 2 by. الـ energy زي ما احنا عارفين بنحسبها عن طريق ان باخد الدالة اجيب لها الماجنتيود اربحها اكملها يديني الانرجي في الفانكشن دي. وبيرسيفال بيقول ان الانرجي اللي في الفانكشن اكس اوف تي هي نفس الانرجي اللي في الفانكشن اكس اوف اوميجا فقط مضروبة في 2 باي. خد بالك، على الرغم اننا دمجنا
فورير سيريز مع فورير ترانسفورم في نفس الفريم ورك، إلا إن علاقة بارسيفالز بتحتاج لتعديل بسيط بالنسبة لمين؟ لفورير سيريز. السبب إن فورير سيريز اللي كنت بحصل منها على الاناليسيز ايكويشن بتاعت الاي سب كي بتتعامل مع البريودك سيجنال، والسيجنال البريودك او البريودك سيجنال لها انفاينايت اماونت اوف انرجي. السيجنال البريودك لها ايه؟ السيجنال البريودك ليها انفاينايت اماونت اوف انرجي. بالتالي علاقه بيرسيفالز للداله التكراريه هتقول انفينيتي بتساوي انفينيتي، والكلام ده طبعا ايه ملوش اي فايدة. ايه يعني عشان اقول انفينيتي بتساوي انفينيتي؟ قال لك خد بالك، انا ممكن اقول ان بارسيفالز للدالة البريوديك على وان بريود هتتناسب مع السم اوف الماجنتيود بتاع السكوير اوف الفورير سيريز كوفيشنت. ممكن اقول ان الانرجي ان وان بيريود اوف ذا بيريودك تايم فانكشن از بروبورشنال ويز ذا سم اوف ذا ماجنيتيود اوف ذا سكوير اوف ذا فورير سيريز كوفيشنت. لان باي حال انا ما ينفعش اقول ان البريودك سيجنال كلها بتساوي بريودك سيجنال كلها وبالتالي انفينيتي بتساوي انفينيتي، يبقى انا كده ما اللي فيش معنى الكلام بتاعي. لكن انا بقول ممكن الانرجي على وان بريود، الانرجي ان وان بريود للبريودك فانكشن البريودك تايم فانكشن از بروبورشنال ويز ذا سم اوف ذا ماجنيتيود اوف ذا سكوير of the Fourier series coefficient. في الحالة دي يبقى بيرسيفالز لها معنى. يبقى فقط هو قال لي ان الانرجي على وان بيريود is proportional to الانرجي in the square of the Fourier series coefficient. يبقى السم of the magnitude square of the Fourier series coefficient. يبقى هو في الحقيقة ربط ما بين ال non-periodic signal لل x of t وبين ال Fourier transform ليها، وقال ان هما الاثنين في متناسبين مع بعض وفي بينهم عمل تناسب بيساوي 2 باي. وقال يبقى ال energy في التايم فانكشن والانرجي في اتس فورير ترانسفورم بروبورشنال ويز بروبورشنالتي كونستانت ايكوال 2 باي. بس قالك خلي بالك للبريودك سيجنال الكلام ده هيبقى ملوش قيمه. ليه؟ لان البريودك سيجنال لها انفاينايت اماونت اوف انرجي، وبالتالي علاقه بيرسيفال ليها هتبقى علاقه انفينيتي تو انفينيتي، فبالتالي ملهاش معنى. عشان خاطر يعني يبلور العلاقه قال لك لا، ده انا ممكن ناخد البريودك سيجنال دي اوفر وان بريود، وان بريود فقط عشان يخليها نون بريودك. اوفر ايه؟ اوفر وان بريود، واساوي الانرجي بتاعتها بالانرجي في الفورير سيريز كوفيشن. بس طبعا هي عباره عن السم اوف ذا ماجنيتيود سكوير للفورير سيريز كوفيشن. كويس جدا، هنقف لغاية هنا، وإن شاء الله المرة الجاية هناخد مجموعة خصائص مهمة جدا جدا بالنسبة لي الفورير ترانسفورم. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.